في شأن آخر، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعذر سفر المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين التي تنطلق في الجزائر الجمعة، وذلك بسبب منع الرحلات المباشرة بين البلدين، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية المغربية وسط مطالب بفصل الخلافات السياسية عن الرياضة. بعد جدل وطول انتظار، أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم عدم قدرة المنتخب على السفر إلى الجزائر للمشاركة في النسخة السابعة لبطولة إفريقيا للمحليين بسبب عدم السماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية التي ستقل المنتخب مباشرة للجزائر. وقرار صائب من زاويتين. الزاوية الأولى هو أن الجامعة الملكية المغربية ملزمة بتوفير الأمن والسلامة لأفراد المنتخب المغربي. نحن نعرف جيدا أن المنتخب المغربي شارك في ألعاب البحر المتوسط ونعرف ما جرى. البلاغ سرد مسار سعي المغربي للمشاركة وانتظار واستعداد المنتخب المحلي، حيث برمجت جامعة كرة القدم تجمعا إعداديا ومباراة ودية استعدادا للمشاركة، لكن المغرب لم يلقى صيغة للسفر مباشرة إلى الجزائر بسبب منع الرحلات المباشرة بين البلدين. في نهاية المطاف تأثيره سيكون تأثيرا سلبيا على كرة القدم الإفريقية لاعتبارات أساسية: المستوى الذي بلغه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022، مركزية وأهمية كرة القدم المغربية في تطوير كرة القدم الإفريقية وغيرها من التفاصيل. أعتقد أنه اليوم مطالبين بتغيير الأوضاع، بتصحيح الأوضاع، بتصحيح كل ما هو قائم من أجل أن نتجاوز على الأقل الخلافات رياضيا، ثم بعدها لكل حادث نتجاوزها سياسيا واقتصاديا وغيرها من التفاصيل. الشارع المغربي يتأسف على عدم مشاركة المغرب، متأسفا لما وصفه بالشرخ السياسي والرياضي بين بلدين جارين تجمعهما روابط التاريخ والثقافة. المغرب عنده الحق أنه يرفض هذه القضية. نطلب بالزمن أنهم إما يحلوا المجال الجوي ديالهم ويخليونا نلعبوا، ولا غنقول لهم حنايا انتم ما خليتيوناش نلعبوا، انتم هذه مسألة سياسية وصافي تداخل، السياسة هذا تدخل في كل شيء. هو من حقه يرفض، ولكن من الأحسن نشاركوا. عدم مشاركة المغرب حامل اللقب في الدورتين السابقتين يأتي أيضا بعد اعتذار منتخبات إفريقية أخرى عن المشاركة في البطولة لأسباب متعددة. وإن كان قرار المغرب عدم المشاركة في الشان في الجزائر حسب اتحاد الكرة المغربي له أسبابه التي تبرره، إلا أنه وفق البعض فيه خلط للأوراق السياسية والرياضية، مما يربك عملية تطوير وتقدم المجال الرياضي وعلى الخصوص كرة القدم في القارة السمراء. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. القرار وصفه الجزائريون بالمنتظر، وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة عدم مسؤوليتها عن توفير رحلات مباشرة للمنتخب المغربي، إذ تقتصر مهمتها على تأمين الانتقالات داخل البلد المضيف. قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وصفت الأسرة الرياضية في الجزائر خبر تعذر مشاركة المنتخب المغربي بالأمر المنتظر، بعد تأكيد لجنة تنظيم المنافسة في وقت سابق عدم مسؤوليتها عن ضمان خط طيران مباشر للبعثة المغربية بالنظر لإغلاق الأجواء الجزائرية أمام الطيران المغربي. ويقول متابعون إن قوانين المسابقة لا تلزم البلد المضيف بتوفير خط طيران مباشر للمنتخبات المشاركة، وتكتفي بتسيير التنقلات داخل الجزائر. قرار الجامعة الملكية المغربية يمكن مفاجئ للرأي العام الرياضي سواء الجزائري والأفريقي، ولكن المبرر شخصيا أراه أنه لا يستند لأي أساس قانوني أو منطقي، لأن دفتر الأعباء الخاص بالاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتنظيم البطولات الأفريقية لا يتضمن ولا يشير إطلاقا إلى توفير ممر جوي خاص أو طائرة خاصة لأي منتخب. جماهير الكرة في الجزائر تأسفوا لغياب منتخب عربي عن هذه المنافسة القارية، لكنهم أكدوا أن الجامعة المغربية لكرة القدم كان بإمكانها ضمان رحلة جوية غير مباشرة للمشاركة في الشان. هي كدولة عربية تمنينا تشارك معنا في الشان، بصح هي طلبت أمور خارج مجال الرياضة، طلبت أمور سياسية. قرار هذا المفاجئ اللي دارته الدولة الجارة المغرب
قرار كما نقولوا تعجيزيه، لا دخل كره قدم في السياسه يا اخو، كما نقولوا دوك هذا رايهم وما حبوا هكذا. هي كانوا قادرين يروحوا لتونس ويروحوا المغرب كما احنا غادي نكونوا، راح تكون كاش دوره في المغرب، ما حش نروحوا في فول مباشره المغرب. ممثلو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفضوا التعليق على قرار المغرب بعدم المشاركة في انتظار معرفة تفاصيل تبعات هذه الخطوة في قادم الأيام. تقول لجنة تنظيم منافسة كأس إفريقيا إنها تعامل جميع المنتخبات المشاركة على قدم المساواة، فيما ترى جماهير الكرة أن غياب المنتخب المغربي أمر مؤسف لكنه منتظر قبل أيام من انطلاق الحدث الرياضي القاري. محمد برغل، الحرة، الجزائر. نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع من الرباط مع الناقد الرياضي محمد المغودي، وأيضا من الجزائر المحلل الرياضي رفيق وحيد. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع الرياض أو مع الرباط عفوا مع أستاذ مغودي، لماذا فشل المنتخب المغربي للمحليين في السفر إلى الجزائر؟ لماذا لم يتم إيجاد أي حل آخر للمشاركة في هذه البطولة وتم إعلان الانسحاب من المشاركة؟ تفضل. أولا تحية ليك وتحية أيضا للعزيز من الشقيقة الجزائر، ومنه أيضا تحية لكل الأشقاء الجزائريين. أولا لابد من تصحيح كلمة وردت في سؤالك عزيزي، كلمة الانسحاب. الانسحاب حينما نكون داخل مقابلة أو داخل معركة أو داخل طاولة حوار وأخذ موقفا بالانسحاب، عدم أي عدم مواصلة النقاش أو عدم مواصلة المباراة أو عدم. المغرب لم يصل بعد إلى الجزائر الشقيقة، المغرب لم يسافر بعد. طيب ولم يأخذ أيضا حتى مقر إقامة إلى غير ذلك. المغرب لا زال في بلده وبالتالي طيب المغرب قلت هو لم ينسحب، إذن لابد من تصحيح هذه الكلمة. طيب. المغرب هو الآن يوجد في معسكر إعدادي بمركز محمد السادس، والمغرب لا زال قال تعذر علي، أي أنه كان لزاما أن يكون واضحا مع الرأي العام الوطني، لأن كان في برمجة الانتقال أو الرحلة إلى الشقيقة الجزائر كان اليوم، لم تتم الرحلة فكان لابد من التوضيح والتواصل مع الرأي العام الوطني. قال تعذر، ممكن غدا قد تكون رحلة المنتخب المغربي أو قد لا تكون، وبالتالي أن الأمر المشاركة وعدم المشاركة من باب اليقين ليس هناك أمرا محسوما، وبالتالي أن التطورات قد تعرفها الأيام الأخرى. كان مطلبنا واضح هو للاتحاد الإفريقي، الأمر بيننا وبين الاتحاد الإفريقي وليس بين الأشقاء الجزائريين، طلب من الاتحاد الإفريقي تأمين رحلة خاصة جوية خاصة عبر طائرة مغربية اللي هي الناقل الرسمي. الاتحاد الإفريقي عزيزي أعطانا الموافقة المبدئية، والموافقة المبدئية وصلت إلى الاتحاد الجزائري. صحيح. وننتظر الموافقة النهائية من عدمها. الأمر صح. طيب أستاذ رفيق، لماذا يعني لا يزال المغاربة ينتظرون ردا من الجانب الجزائري حتى يتم يعني المشاركة أو تتم هذه المشاركة كباقي أي دولة تشارك في بطولة الشان، مع العلم أن هناك دول أفريقية أخرى تعذرت عن المشاركة أو اعتذرت عن المشاركة؟ سؤال مجري. السؤال موجه لك أستاذ وحيد، تفضل. اوكي. اولا احيي زميلي من المغرب واحيي كل الجماهير المغربيه. اود يعني تصحيح المعلومه في البدايه لو سمحت لزميلي. الانسحاب وارد في لوائح الشان، يعني لوائح بطوله افريقيا للاعبين المحليين. الماده 80 من لوائح الشان تقول انه في حال الانسحاب، يعني هو كان قريتها باللغه الفرنسيه لو فورفي باللغه الفرنسيه، يعني هو الانسحاب بالعربي والانسحاب. في حال الانسحاب قبل انطلاق الدوره وحين تنطلق الدوره، يعني قبل انطلاق الدوره مثل ما هو الحال اليوم للمنتخب المغربي يعتبر انسحابا. والماده 80 تقول الانسحاب بهذا المعنى يعني ينجر عليه معاقبه المنتخب الذي ينسحب طبعا، يعني قبل 20 يوم من انطلاق الدوره. رحنا رانا في هذه الحاله بعدم المشاركه في دورتين متتاليتين للشاد وتغريبه ب 150 الف دولار. ساجيبك على السؤال. يعني هذا ما سيتم اتخاذه، عفوا حتى قبل ان نصل الى هذا السؤال، هذا ما سيتم اتخاذه كعقوبه ضد المنتخب المغربي الذي لم يستطع السفر مباشره من بلاده الى الجزائر؟
هذه العقوبه المنصوص عليها في لوائح الكاف، يعني في لوائح يعني في قانون الشان الماده 80. واليوم يعني اسمح لي انا قريت بيان الاتحاد الجامعه المغربيه وسمعت كلام زميلي في المغرب، هم يحرصون على انتقاء الكلمات. نحن تعذر علينا عدا يعني التنقل الجزائري ولم ننسحب. الكلمه فيها يعني وزنوها يعني فيها معنى كبير حتى لا يقال انهم انسحبوا. لكن في الماده 80 سيدي الفاضل يقال انه العقوبات يتم فرضها على المنتخب الذي ينسحب الا في حالات يعني الظرف القاهر، يعني الظروف القاهرة هي التي تحددها لجنة التنظيم. طب لماذا لم يتم منح التصريح اللازم لسفر المنتخب المغربي منتخب المحليين إلى الجزائر؟ طيب سأكمل الفكرة وسأجيبك. تفضل سريع. الظرف القاهر سيدي الفاضل هو عدم القدرة على التنقل، يعني زلزال، يعني ما كاش ما يعني طريقة يعني تنقل إلى الجزائر. لكن هناك طريقة أخرى للتنقل إلى الجزائر، الجزائر لم تغلق يعني حدودها أمام المنتخب المغربي. هناك أمور سيادية، وحتى رئيس الكاف باتيس موتسيبي ذكر في ندوة صحفية أن الكاف تحترم قوانين البلدان. هناك أمر سيادي، نحن لم نمنع منتخب المغرب، قلنا على المنتخب المغربي إيجاد صيغة أخرى للدخول إلى الجزائر. لكن هم يصرون على الخطوط الجوية الملكية. كل ما قاله فوزي لقجع هو العقد المبرم بين الاتحاد الجامعة المغربية والخطوط الملكية. هذا هو العذر المقدم، وهذا ليس بالظرف القاهر. احنا قلنا قادرين نجيو على أي مجال آخر، يعني على تونس، على فرنسا، على أي مجال آخر. الحدود مفتوحة. طيب بالنسبة للمنتخب أفهم المغربي. أفهم يا أستاذ رفيق، عن دفتر أفهم ما تفضلت به، ولكن ألا يمكن أن تكون لهذه البطولة يعني أن تكون مفتاح أمل في أن تعود العلاقات السيادية والسياسية ما بين البلدين إلى سابق عهدها بشكل طيب، كما نرى يعني أنتما ضيفين كريمين من بلدين متخاصمين على صعيد سياسي، ولكنكما يعني الحب أعلم الحب في داخلك وفي داخل الأستاذ مغودي لبعضكم البعض كإخوة، ولكن المشهد السياسي طاغي وتغلغلت أوراق السياسة في أوراق الرياضة. ألم يكن هناك فرصة لأن تكون هذه المشاركة مفتاح لحل الأزمة السياسية ما بين البلدين يا أستاذ وحيد؟ سيدي الفاضل، أنا أعتقد اليوم جازما بأن يعني مشكلة الخطوط الجوية المغربية التي يصر عليها فوزي لقجع أعتقد أنها حجة واهية. نحن نتكلم عن الرياضة وليس عن السياسة. أقول أن الهيئات الكروية الدولية، هل هذه حجة يا أستاذ محمد؟ الكاف تحترم سيادة البلدان. طيب وصلت. هل هذه حجة يا أستاذ محمد مغودي؟ يعني لماذا لم تتخذوا أين أذنك يا جحا؟ يعني هناك يعني يمكن الوصول إلى الأذن عن طريق مكان آخر يعني، ولكن كان هناك حجة كما يتفضل الأستاذ وحيد أن لم تتخذوا الطريق الأطول ربما للوصول إلى الجزائر وفقا للسيادة وما تريده السياسة. والله عزيزي أنا كنت أتمنى من العزيز الإعلامي الشقيقة الجزائر والحبيبة الجزائر أن يناقش لماذا كل هذه الإكراهات ولماذا كل هذه العراقيل، بدلا من أن يناقش الانسحاب والعقوبة التي ستفرض على المغرب. أعتقد أن كنت في هذا النقاش على أن أكون أسمى من هذا التحليل أو من هذا التقدير. أنا شخصيا أقول بأن طالما أن عزيزي من الجزائر ناقش لوائح الكاف، أقول في لوائح الكاف أيضا هناك نص واضح أيضا يحث البلد المنظم على توفير كل الشروط المريحة لكل المنتخبات التي ستشارك. وبالتالي أنا شخصيا كنت أقول بدلا أن يقول كان عليك أن تأتي من هذا البلد ومن هذا البلد، أقول له ولماذا لم نأتي مباشرة عندنا بيننا وبين الشقيقة الجزائر. نحن علينا أن نرقى أكثر من هذه الخلافات السياسية، وعلينا أن نكون صوتا آخر، صوتا يذيب هذه الخلافات السياسية. أنا شخصيا سأكون متألم إذا لم نشارك في الجزائر، وأيضا كنت أتمنى من شقيق الجزائر أن يكون متألما في حالة إذا لم يوجد المغرب وهو حامل النسخة. طيب تحدث الأستاذ رفيق وحيد أن هناك عقوبات، هل هذه العقوبات بالتأكيد سأعطيك مجال للإكمال، ولكن هل ستنفذ الجامعة المغربية لكرة القدم العقوبات المفروضة من الكاف كما ذكر أيضا الأستاذ رفيق؟
والله عزيزي انا شخصيا اقول بان اكبر عقوبه هي ان تبقى مثل هذه الاكراهات بيننا وبين شقيقاتنا الجزائر. اما عقوبه الكاف والمال انا شخصيا لا احب نهائيا المشاركه في هذا الشان، وبالتالي ان بالنسبه الي الشان اصبحت على الاصح منافسه غير لائقه نهائيا لكره القدم الافريقيه. ولكن اقول طالما ان الاخ العزيز من الجزائر تحدث عن السياده الجزائريه، فاقول له من باب المنطق ايضا ومن باب النزاهه الفكريه ان تحترم السياده المغربيه. طيب انتم تريدون لا ترفضون التنقل المباشر بيننا وبينكم، ونحن ايضا متشبثون بالتنقل المباشر بيننا وبينكم، اذا احترام السياده يجب ان يكون من الجانبين وليس من جانب واحد. طيب استاذ رفيق، في رد سريع على ما تفضل به استاذ محمد مغودي قبل ان نختم هذا اللقاء. سيدي الفضل، من قال اننا لم نحترم السياده؟ نحن فتحنا المجال يعني لقدوم المنتخب المغربي عبر تونس، عبر اي بلد اخر وفي اي وسيله نقل اخرى، والتامين تحدث عليه الكاف وداخل الجزائر، اروحوا للجزائر، تعالوا للجزائر وسترون التامين وضيافه الجزائر. هذه نقطه. تتكلم مثلا على وكاننا لازم نكون اسمى في يعني في طرح الاشكال. سيدي الفاضل، دعني اذكرك يعني انا ما نحبش نتكلم الكلام والباطن تاعي شيء اخر. الماده 81 من قانون الشان سيدي الفاضل ماذا يقول اذا كنا نحترم افريقيا؟ يقول الماده 81 بانه يمنع على اي جمعيه اللي هي الاتحاديه ان تشارك بغير لاعبيها الممتازين في الدوري، وإذا تم إشراك غير اللاعبين الممتازين في الدوري سيسلط عليه عقوبة. أنتم تقولون أننا سنشارك بمنتخب أقل من 23 سنة، هذا يحمل ضمني بأنكم لن تشاركوا في الشان بأفضل لاعبي الدوري المغربي، وهذا ينجر عنه أيضا عقوبات. وعندما نتحدث عن العلاقة الطيبة، وأنا معك يجب تكون هناك علاقة طيبة، دعني أذكرك أن الوقائع تكذب الأقاويل. في المونديال قطر الاخير كان مونديال رائع، كانت مشاركه رائعه للمغرب، وصل للنصف النهائي وكلنا فرحنا للمنتخب المغربي بوصوله الى نصف النهائي، لكن ما فعله فوزي لقجع مع حكم عربي ادار المباراه الترفيهيه وهو الجاسم الذي احييه الحكم القطري، الكلام الذي قراناه عبر شفاه فوزي لقجع كان يعني عنده ردود هنا دخلنا يا استاذ وحيد، هنا دخلنا يا استاذ رفيق على كل ما هو دخلنا في شان اخر وفي موضوع اخر، تخرجنا انت عن الموضوع الرئيسي. ولكن في رد سريع ايضا لك، تفضل سريعا يعني الوقت انتهى لدي ولكن ساعطيك حق الرد سريعا، تفضل استاذ محمد. بكل بساطة، أنا لم أعتقد بأن الرجل يقرأ حتى ما شفات رئيس الاتحاد المغربي، آسف جدا، ولكن أقول لك بالمعطى الدليل القطعي. حينما فاز الأشقاء الجزائريون بكأس إفريقيا للأمم وافتخرنا وافتخرنا به وفرحنا معه، فملك البلاد أرسل التهنئة الخاصة لرئيس الاتحاد الجزائري وللشعب الجزائري، فلماذا أنتم لم تفعلوا ذلك معنا بقطر؟ اعتقد بان فوزي لقجع هو رجل يدافع عن منتخب الرئيس اعلن صراحه ايضا كاريزما وقال فرحنا ببلوغ المغرب نصف النهائي. نعم طيب، شكرا لكم ضيفي الكريمين. نحن خرجنا من موضوعنا الرئيس وكنا نتحدث عن المشاركه المغربيه في البطوله المقامه، بطوله اللاعبين المحليين المنتخبات المحليين في الجزائر. نتمنى للجزائر التوفيق في هذه البطولة التي تقيمها على أرضها، ونتمنى للمغرب كل التوفيق والمنتخب المغربي وكل المغاربة أيضا التوفيق كما الجزائريين التوفيق، ونرى إن شاء الله خلال الأيام المقبلة توافق حتى على صعيد سياسي وأن تنتهي كل الأزمات ما بين البلدين الشقيقين. شكرا لكما من الرباط الناقد الرياضي محمد المغودي ومن الجزائر المحلل الرياضي رفيق وحيد، شكرا لكما.